بسم الله الرحمن الرحيم. فرنسية رابع ابتدائي، هنشوفو اكتيفيتي دو لانغيك، أنشطة اللغة، غرامير يعني قواعد اللغة. كنشوفو هنا لا بونكتياسيون. لا بونكتياسيون شنو مقصود بها؟ هو الترقيم ياك. إذا عندنا هنا جولي إي جو، جو غوماغك، سي فيرب غوماغك، كي غوماغكي هي لاحظ ياك. ين هذا اسمية شخص، ين ديسيد سلفر، ديسيد هي قرارة، ديدي لو برانس ياك. إذا ين شنو قرر؟ قرر باش يعاون الأمير، فهمتي؟ ين ديسيد ديدي لو برانس. شنو هي لو فيرب ايدي؟ ساعد، هي ساعدة. شنو هي لو فيرب ديسيدي؟ قرار، هي قرارة، فهمتي؟ يعني خدا واحد القرار بانه غيعملو، فهمتي؟ إيل أغيت أن بايزون، شنو هي اسم الفيرب هذا؟ أغيتي، سيرفر أغيتي. شنو هي أغيتي؟ هي أوقف. إذا هو وقف، وقف شنو؟ أن بايزون. شنو هو أن بايزون؟ لو بايزون هو الفلاح. إذا هذا ين قرر باش يعاون واحد البرانس. إيل أغيت يعني هو أوقف، أوقف من؟ أن بايزون، أن بايزون يعني فلاح. إيل ويدي وقال له، أشنو قال له؟ بوفي فو مي دير وي أبيت لوغ غولار. أش قال له؟ بوفي فو مي دير وي أبيت لوغ غولار. شنو هذا بوفي؟ شنو الفيرب هذا؟ اسم الفيرب، اسم سيرفر بوفوار، مش ايكوتي، لا بوفوار. بوفوار شنو هي؟ يستطيع. اذا شنو قالوا؟ ما قالوش فو بوفي، انتم تستطيعون، لا بوفي فو، هل تستطيعون يعني واش تقدروا. ولكن هو شنو؟ هو تيتكلم مع واحد. علاش قال لي تقدروا؟ علاش؟ احترام. الاحترام. اذا قال لي واش تقدروا مو دير، تقدروا تقولوا لي. بوفي فو مو دير، تقدروا، هل يمكنكم ان تقولوا لي او ابيت لوغ غولار، اين يسكن؟ سي لو فيرب ابيتي، ابيتي هي سكنه، فهمتي؟ تنقولوا مثلا جابيت ا غابه، يعني انا اسكن في الرباط ياك. اذا او ابيت، واش يمكن لكم، هل يمكنكم ان تقولوا لي او ابيت يعني اين يسكن شكون؟ لوغ غولار. شنو هو لوغ؟ شجرة البلاط. لوغ هو الغول، هو الغول ياك. شنو قال له الفلاح؟ ماذا قال له الفلاح؟ جو نو سي با، هذه السي. اش من فيرب هذا؟ سي الفيرب سافواغ. شنو سافواغ؟ عرف، هي عرفة. شنو جو نو سي با؟ لا اعرف. انا لا اعرف، جو نو سي با يعني انا لا اعرف. دي لو بيزون، دي لو بيزون، ماذا شكون اللي قالها؟ قالها، قال البيزون، لو بيزون يعني الفلاح ياك. اذا هو اللي قال له جو نو سي با. اذا هنا عندنا الافان دين فخاز، عندنا هنا دي سين دو بونكتياسيون يعني اشارات ترقيم. شنو ما اشارات ترقيم؟ هي ملي تكون عندنا واحد النص، فهمتي؟ تتلقاي نقطة، تتلقاي فاصلة، تتلقاي بوان فيرغيل، تتلقاي جوج نقاط، فهمتي؟ إذا هادو كيتسماو هما سو سون دي سين دو بونكتياسيون، الحمد لله. إذا غنشوفو هنا بحال دابا عندنا لو بوان. شنو لو بوان؟ نقطة، هي هاد النقطة هي تشوف هنا لو بوان. إذا شنو؟ لي تخوا بوان دو. فين تتكون لو بوان؟ تتكون على فان دون فخاز، يعني ملي تكتبي واحد الجملة ياك في الوسط، لا ملي تكتبي واحد الجملة وتكملي تديري بوان، تتبيني بأنك راك كملتي ديك الجملة، فهمتي؟ كاين عندنا لي تخوا بوان دو سيسبونسيون، تتكتبي واحد الجملة وتديري ثلاثة د النقاط. شنو المعنى ديالها؟ المعنى بأن الكلام مازال فيه الهضرة، فهمتي؟ وبأنني أنا اكتفيت بقى فقط بهذا الشيء اللي قلت، الحمد لله. يعني بأن الجملة تتكون في الاخر ديالها 3 بوا دو سيسبونسيون. اذا شنو المعنى ديالها؟
هذه سيسبونسي يعني جاي من الفيرب سيسبوندر. سيسبوندر هي علاقه بحال قلت انايا نقول لك الاسماء وخاصه نقول اسماء ودي ثلاثه نقاط معناتها باقي الاسماء. ها باقي الاسماء. اذا علاش سموهم 3 بوين؟ علاش سموهم 3 بوين دو سيسبونسيون؟ سيسبونسيون جاي من الفيرب سيسبوندر. سيسبوندر شنو المعنى ديالو؟ سيسبوندر هي علاقه. اذا هاد لي 3 بوين شنو ديال التعليق؟ شنو معنى ديال التعليق؟ يعني هذاك الشيء اللي غيجي في داك لي 3 بوين اللي يقدر اي واحد يتصورهم تتبقى معلقه لان ما مكتوباش. شنو معلقه؟ يعني يقدر اي واحد يكتب اللي بغا. فهمت ولا لا؟ امتى ممكن اللي يمشي يكونوا معلقين الا إيه كتبناهم. اذا ما تنبقاوش نقولوا كل واحد يتوهم اللي بغا. فهمت ولا لا؟ اما الا درنا 3 بوين فتقدر انت تقول لي هاد لي 3 بوين ها اللي غيكون فيهم، ويقدر يجي واحد اخر يقول لي 3 بوين ها اللي غيكون فيهم، ولكن كلهم غيكونوا قريب للجمله اللي قبل منهم. فهمت ولا لا؟ اذا تتسموا لي 3 بوين دو سيسبونسيون ياك. 3 بوين دو سيسبونسيون. عندنا لو بوين دانتيروغاسيون. لو بوين دانتيروغاسيون فاش تكون في الاول ديال الجمله ولا فين؟ لو بوين تتكون في الاخر. اذا هادو تنتكلموا على ديما هادشي اللي كاين هنا ديما على فا ديال فخاز. فخاز شنو هي لا فخاز بعدا؟ جمله. هي الجمله. الجمله فيها عده الكلمات، تيكون فيها الفعل ولو سيجي ولو كومبليمون ياك الى اخره، وتيكون فيها بعض الحروف. اذا هذيك تتسمى جمله ياك. اذا هذيك الجمله في الاخر ديالها اما تتكون عندنا بوين شنو اخر، واما 3 بوين دو سيسبونسيون. عاوديها 3 بوين 3 بوين دي دو 3 بوين دو سيسبونسيون دو سيسبونسيون 3 بوين 3 points de suspension. Suspension. Le point d'interrogation. C'est le point d'interrogation. Le point de علامه استفهام. ديال السؤال. عندنا le point d'exclamation. D'exclamation. Le point d'exclamation شنو المقصود بها؟ علامه التعجب. نقطه التعجب. هما تيقولوا نقطه التعجب le point. Le point هي النقطه. فيها انواع ديال الامر وديال اي ديال شنو؟ تعجب. كتقول ما اجمل الحياه. ديال التعجب. اذا الانتيغيور دون فراز شفنا هاد النقاط تيكونوا الفا دون فراز. دابا الانتيغيور دون فراز شنو المقصود بها؟ ما قبل الجمله. تيكون في وسط. الانتيغيور هو الوسط. يعني في وسط جمله كاينه اول حاجه شنو؟ لا فيغول. شنو هي لا فيغول؟ هي الفاصلة. الفاصلة فين تتكون في الجملة؟ في الأخر ولا في الأول؟ في الوسط. عمرك شتي شي فاصلة كاينة في الأول ديال الجملة؟ مكايناش. فهمتي؟ بحال دابا هاد الجملة غنكتبوها، واش هادي في الأول ديالها واش كاينة فاصلة؟ لا مايمكنش. واش كاينة في الأخر ديالها فاصلة؟ لا. في الأخر ديالها خاصها تكون بوا ياك. إذا حتى هذا عنوان مهم في الجملة، الأخر ديالها تتكون بوا بحال هادي هي الشيا. Je ne sais pas. Et d'un point fin kina. L'akhir. L'akhir d'il jumla, yak. Et d'un. Hadi d'abé jumla sgay oura. Hadi jumla sgay oura. Walakin. Had l'kullum ti kouwounu lina jumla kbira. Et d'un l'akhir d'yala. Mili kmel l'kalam. T'en diru point. Femdi. Point final. Yani nukta t'nihaya d'il dik jumla, yak. Et d'un adna na la virgule. La virgule, chne maksoud bia. هاي شنو هي ديال الفيرغيل؟ هي الفاصله. هي الفاصله. اذا فين تتكون؟ في الاول ديال الجمله ولا في الاخر؟ في الوسط. في الوسط ديال الجمله. كاين عندنا لي دو لي دو بوين. شنو هادو؟ سو سون دو بوين ياك. اذا فين تيكونوا لي دو بوين؟ في بحال دابا هنا شوف قدام كريم. اذا هنا الى غيت ان بيزون اي لوي دوموند دو بوين. شنو دوموندي له؟ شنو طلب منه؟ بوفيفو مو دير هو بيت لوغ غولار ياك. اذا لي دو بوين فين تيكونوا؟ في وسط على الانتيغيور ديال الفراز ياك. فين تيكونوا لي دو بوين؟ في الوسط على الانتيغيور ديال الفراز. شنو هي على الانتيغيور؟ في الوسط ديال الفراز. في وسط الجمله. شوفي هنا واش الجمله كملات هنا ولا باقه؟ باقه. حيت الكلام راه مازال باقي.
شنو المقصود هنا؟ هنا وقف، هنا هو وقف، شنو وقف؟ ان بيزون اي لوي دوموند، ثم قال له. اذا هو وقف الفلاح ثم قال له، واش زعما الكلام هنا كمل؟ خصنا نعرفوا شنو قال له ياك ولا لا. اذا الجمله راه مازال ما كملاتش، ها الكلام اللي قال له فهمتي، وها اللي جاوبوا له بيزون. اذا الجمله هنا واش كملات؟ اذا هذا الوسط ديال الجمله فهمتي ولا لا، الكلام راه مازال كامل، مازال باقي ما كملش ياك. اذا هادو لي دو بوين تيكونوا فين؟ على انتيغيور ديال الفراز ياك. عندنا هنا لو بوين فيرغول، لو بوين فيرغول تتكون فين؟ او ديبي دو لا فراز، ولا على الفان ديال الفراز؟ تتكون في الوسط، على انتيغيور ديال الفراز ياك. اذا هادي بوين فيرغول بحال الفيرغول، هادي هي تتكون في الوسط، بوين فيرغول هي تتكون في الوسط ديال الجمله ياك. هنا عندنا دونزان ديالوغ ياك، دونزان ديالوغ بطبيعة الحال شنو بقات لينا؟ بقات لينا الاول ديال الجمله، الاول ديال الجمله ما عمرها تكون شي حاجه فهمتي ولا لا؟ ما عمرنا حنا تنشوف شي جمله باديه بشي نقطه ولا باديه بشي فيرغول. اذا عندنا فقط على فان ديال فخاز ولا على انتيغيور ديال فخاز. دابا نشوفوا دونزان ديالوغ شنو تيكون عندنا. لي غيومي، شنو هما لي غيومي؟ هما هادو اللي تشوفيهم شتي، ها هو بحال هادو شتي. شفنا شنو قال له، بوفي فو مو دير هو بيت لوغ غولار ياك، جو نو سي با، الكلام فين كما فين، هذا كلهم داخلين في هاد الكيمي. اذا هاد الكيمي شنو هو؟ تيكون عندنا في الديالوغ. شنو هو الديالوغ؟ الديالوغ هو الحوار. تتلاحظ هنا كما كان هذا سول وهذا جاوبو، يعني كاين حوار. شنو هو الحوار؟ هو واحد تيتكلم والاخر تيجاوبو فهمتي ولا لا؟ شي تسمى الحوار، شنو الحوار؟ الحوار تسمى شنو هو الحوار؟ الحوار والتحدث هو الحديث. اذا واحد يقول كلام والاخر تيجاوبو. اذا شوف هنا واش كاين كلام واحد سول والاخر جاوبو ولا لا؟ كاين هنايا قال له بوفي فو، هل يمكنكم ان تقولوا لي اين يسكن الغول غولار ياك؟ الاخر قال له جو نو سي با، انا لا اعرف. اذا هذا واش حوار ولا لا؟ اذا كما كانش هذا حوار ما يمكنليش نديرو هاد لي غيومي فهمتي ولا لا؟ اذا هاد لي غيومي تنشوفو هنا هما المعقوفات الصغيرين، هادو راه تيليقو لينا فقط في الحوار فهمتي ولا لا؟ اذا هذاك الشيء علاش هما دخلوهم هنا دون زان ديالوغ، شنو دارو لينا؟ لي غيومي ياك اون كادغ ان ديالوغ. شنو هي اون كادغ؟ يعني تؤطر. شنو تؤطر؟ يعني تجي في الاول ديالو في الاخر ديالها، تيكون عندنا واحد ديالوغ حوار، هما تيجيو في الاول ديالو والاخر ديالو، تيقول لنا ها الحوار، ها الكلام اللي دار بيناتهم. بحال دابا هنا ها الكلام اللي دار بينات هاد الجوج، هاو. اما هنا فقط تنحكيو شنو وقع. يان ديسيد دادي لو برانس، اذا يان ديسيد دادي لو برانس، يعني ان يان بغى يعاون ياك، قرر مساعدة لو برانس ياك. إلا غيت ان بيزون إلوي دي إلوي دوموند ياك، إلا غيت ان بيزون إلوي دوموند، يعني أنه أوقف فلاحا إلوي دوموند، يعني وقال له. إذا حنا تنحكيو عليه شنو وقع له ياك ولا لا؟ درنا دو بوان، هنا فين بدا الحوار فهمتيني ولا لا؟ ملي بدا الحوار بدينا بهاد لي كيمي هما، ونهينا الحوار ملي كمل درنا كيمي سدينا عليه باش تنبينو الحوار فين كاين فهمتيني ولا لا؟ إذا أشنو عندنا؟ هادوك لي كيمي مالهم اون كادغ. شنو واش اون كادغات ولا لا؟ هاي هاي اون كادغات، ها الاول ديالها على الاخر ديالها، ها هو الحوار. اذا هاي اون كادغات لينا هاد الحوار، اذا لي كيمي في الاول وفي الاخر. اذا اشنو كادراو لينا؟ يعني انهم اطروا لينا هاد الحوار اللي دار، الكلام اللي دار ياك. اذا لي كيمي شنو الدور ديالهم؟ هو اون كادغ، يعني هادوك لي كيمي اون كادغ، تشوف او ان تي، يعني هم يؤطرون ان ديالوغ، يعني حوار. عندنا شنو؟ شنو عندنا عاوتاني؟ هاد الشريطه اش تسمى؟ لو لير، لو تيغي، لو تيغي. هاد الشريطه تسمى لو تيغي فهمتي؟ لو تيغي هي بحال هادي، هيا تدير شريطه وتتقول شنو قال فهمتي ولا لا؟ اذا الاول شنو قال، هاد الثاني شنو قال، تنديرو الشريطه باش تنبينو.
بان هذا السيد الثاني راه غيتكلم، فهمتي ولا؟ اذا شنو لو تيغي انديك كون نوفيل بيرسون بارل، يعني ملي تنديرو شريطه شنو المعنى ديالها؟ انديك يعني ان تتبين لينا، تشير لينا، فهمتي ولا؟ انديك هي اشاره لواحد الشيء. اذا ماذا الى ماذا ستشير؟ تشير الى انه كون نوفيل بيرسون بارل، بانه شخص، فهمتي، جديد، شخص جديد مالو بارل، فهمتي ولا؟ اذا هي تبين بان شخص جديد نوفيل بيرسون بارل، يعني تيتكلم، غادي يتكلم. اذا تنشوفوا الاول، هو السول اش قال له؟ بوفيفو مدير او ابيت لوغر غولار. اذا هذا هو السؤال الاول ياك، لقيت اللي غادي يجاوب السيد الثاني. هذا الاول اشنو قال؟ الثاني تنديروا ليه شريطه، فهمت ولا لا؟ ما تنديروش الاول، الاول تيتكلم عادي، لكن لقيت اللي غايجاوبو الثاني تنديروا شريطه، واش فهمت ولا لا؟ الا كمل عاوتاني الحوار غنديروا شريطه عاوتاني، بقاو غاديين تنديروا شريطات باش نكملوا الحوار. ولكن هنا عندنا غير واحد السول واحد جاوبو مره واحده ياك. اذا لو تيغي شنو الدور ديالها؟ انديك كون نوفيل بيرسون بارل، تتبين لينا بان راه واحد الشخص جديد شنو تكلم ياك. اذا شنو فهمتي من هادشي؟ اشنو هما شنو فهمتي؟ كيفاش كاين هاد مول الجمال وهاديك شنو مالتي هاد مول الجمال؟ ها علامة الترقيم، اش يتسموا فرنسية؟ ديليسيون لا بونكتياسيون. لا بونكتياسيون، اذا لا بونكتياسيون هو الترقيم بصفة عامة. اذا باش نعبروا على هاد الترقيم، تنعبروا عليه بدي سين دي سين دو بونكتياسيون. parmi ces signes de ponctuation on peut citer يعني من بين هاد لي سين الاشارات دو بونكتياسيون ديال الترقيم يمكننا ان نذكر لو بوين ياك. يمكن لينا نحطوها لو بوين اخر ديال الجمله. اذا اش غنقولوا؟ ال سو بلاس ا على فان ديال الفراز ياك. on peut parler aussi de des trois points de suspension ياك. اذا لي 3 بوا دو سيسبونسو اسو بلاستيل يمكن لينا نحطهم دون ا لا فان ديال فراز. لي 3 بوا دو سيسبونسو سو بلاس ا لا فان ديال فراز ياك. اشنو كاين عاود ثاني؟ هنا اوسي لو بوا دانتيروغاسيون. دانتيروغاسيون لو بوا دانتيروغاسيون كي سو بلاس ا لا فان ديال فراز. ا لا فان ديال فراز اي اوسي اون فان اون لو بوا دكس on a enfin le point d'exclamation qui se place à la fin d'une phrase. Aussi, on a comme signe de ponctuation la virgule. La virgule. Qu'est-ce que la virgule? Facile. Il est facile. Qui se place dans à la à l'intérieur à l'intérieur d'une phrase. D'une phrase. Et donc la virgule se place à l'intérieur d'une phrase. On a aussi comme سين دو بونكتياسيون لي دو بوين. لي دو بوين يعني النقط نقطتين ياك. هاد النقطتين اش يصلحو؟ اش يصلحو هاد لي دو بوين؟ يصلحو بان غيجي موراهم تفسير، فهمتي؟ تفسير ولا كلام. ايه دابا هنايا ملي غيبدا الكلام درنا دو بوين ورجعنا وبدينا تنحطو في الكلام اللي دار بيناتهم، فهمتي؟ بحال نقول او مثلا الا كان عندك الشرح، فهمتي ولا لا؟ بحال نقول جو ليغ اون دا ندير جوج نقاط. اذا كاين لي دو بوان وعندنا اوسي لو بوان فيرغيل. لو بوان فيرغيل ياك تيكون في الجمله، تتكون جمله صغيره وجمله تتكون جمله تابعه جمله، ولكن جمله تتكمل الاخرى. اذا تنديروا لو بوان فيرغيل، فهمتي؟ يعني ما تتكونش جمله مستقله الاخرى. تنديروا لو بوان فيرغيل ياك كوم سين دو بونكتياسيون. انا اوسي لي غيمي ياك. لي غيمي كي اون كادر ان ديالوغ. اذا هاد لي غيمي شنو تيليقوا لينا؟ اون كادر ياك سو سون دي سين دو بونكتياسيون كي اون كادر ان ديالوغ، يعني تيأطروا لينا، تيأطروا واحد الحوار. شوف الكلام اللي دار هنا، ما كاينش الكلام اللي دار بيناتهم، الكلام اللي دار بيناتهم حدو هنا. هاو اذا باش نبينوا بان الكلام راه حدو هنا في الاول ديالو، تنديرو كيمي
وفي الاخر تنديرو جيم باش تنسدو عليه، فهمتي؟ باش نبينو بان الكلام هو اللي دار، ما كاينش شي حاجه من غيره. الا لا دار كلام اخر عاوتاني تنديرو ليه جيم، فهمتي؟ اون اون فاه لو تيغي كي عندي كوا عندك ها كين ها نوفيل كين نوفيل بيرسون بيرسون بار اه تتبين بان واحد الشخص جديد، واحد الشخص جديد غيتكلم، فهمتي؟ بحال هنا هو شخص جديد غيجاوب اللي هو البيزون، درنا ليه تيري وقلنا الكلام ديالو اللي قال، فهمتي؟ اذا هادو هما بصفه عامه اللي سين دو بونكتياسيون. ان شاء الله من بعد نشوفوا شي حاجه اخرى.